السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غندير لكم الدرس اللي وعدتكم به في الدرس السابق اللي هو السنينات فوق الدرس. غادي نعاود ندير لكم تذكير لهذا الدرس هذا، من بعد غنديروا عليه السنينات. بسم الله، غندير واحد آخر بحال هذا. دائما ضربة دراندا بحال هذا الشكل. نزيرو البنات باش كتجي الخدمة عفوا مزيرة ومتقونة. هذا الدرس ديال 5. كنتمنى تجربوه، راه ساهل البنات، غير يحاولوا تجربوه ووسعوا خاطركم شويه، حيت الراندا راه معروفه، الا ما صبرتي راكي ما غاديش تعلميها، غير في الاول وصافي. اما في الاخير من غادي تسرح في الخدمه، يديك في الخدمه غادي تولي انت كتختاري اي شي حوايج، حيت هي كلها ابداع. الراندا كلها ابتكارات. انا دابا وصلت للدرس 3 ديال 3، ولكن غنزيد تنكمل تولي ديال 5. ما تنساوش البنات الدعم ديالي، ابوني وجيم باش تعم الفائدة ان شاء الله. وهذا كيبقى فضل منكم، ماشي امر. اللي ما بغاش يدير ابوني ماشي مشكل. وشكرا للناس اللي كتعلق تعليق زوينين بحالها. انا دابا درت درس ديال 4، هذا غير تذكير. راه الدرس السابق فيه الشرح، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وغنضرب في التوب. هاني ساليت البنات، هذا ضريس ديال 5، كيجي خفيف وزوين. يمكن لك ديريه غير هكذا في شي جليبه خفيفه، يمكن لك تزيدي عليه مثلا لون اخر كما وريتكم في الدرس السابق، ولا جوج الوان. ويمكن لك كذلك تزيدي فوق سنينات اللي غنوريكم في هذا الدرس ان شاء الله. كتحيدي الابره من هذا الخيط وكديري خيط جديد. دابا البنات هاني درت خيط اخر، وغادي نبدا من هنا. هانتوما هاد الغريزه اللي عندنا الاولى غنضربوا فيها لتحت على هذا الشكل. هاد الضريس
دريس ديال واحد راني كنت وريته لكم في واحد الدرس السابق، الا بغيتو توليو ديروا له المراجعه، ولكن انا غنديروا لكم دابا. ها نتوما خشيت هنايا في الغريزه الاولى، دابا غنجي العين اللي موراها، الغريزه اللي موراها، وغادي نخشي بحال هكذا. ها نتوما ضربه دراندا، غادي نكون هنا واحد الغريزه اللي هي هادي البنات. ها هي، كنتمنى تكون واضحه عندكم. ها هي غادي نخشي فيها الابره، قبل ما نجبد الابره غندور عليها جوج مرات بحال هذا الشكل، حيت عندي الخيط مبروم على أربعة. الا كان مبروم على ثلاثة ولا جوج ندير مثلا ثلاثة ضرب، ثلاثة ديال الدورات على الابره. دابا غندير جوج دورات، غادي نجبد الخيط وغادي نزير بهاد الصبعان بحال هذا الشكل. غادي نولي نخشي هنا هنا، ولكن ماشي الضربه دراندا في الدائره، ولكن ماشي تحت الخيط، هنايا في وسط الدائره بحال هذا الشكل، وكدوروا لهذا الجانب. شدوا الراس بالابره الا ما بانلكمش بحال هكا، وكتزيروا بحال هذا الشكل. دابا غنمشي للغريزه اللي حداها، ضربه دراندا هي تكونت لي هنايا غريزه، غادي نخشي فيها الابره وندور جوج مرات، نجبد الابره ونزير بيدي ونخشي الابره هنا العوينه، وكنجبد لهاد الجانب هنايا بحال هكا، باش كتكون لي هنا واحد، كيتكون لي واحد الرويس هناك. هانتوما البنات، وكتزيرو وغنكمل بنفس الطريقة بحال هاد الشكل. هانتوما بحال هكا جوج مرات، كنزير كنخشي لي برا في ديك العوينه اللي باينه لي هنايا بحال هاد الشكل، كنقلب هاد الدائره وكنزير. هانتوما كنضرب هاد الغريزه هي الغريزه تكونت لي هنا وحده اخرى، غنلوي جوج لويات. المهم نفس الطريقه كنكملوا بها البنات حتى كنكملوا الدرس ديالنا بحال هكذا. حاولوا ما تنقزوا حتى غريزه، شكل هنا البنات راني استعملت نفس اللون ديال الدرس، داكشي على حساب الاختيار ديالكم نتوما، وعلى حساب الجلابه ولا القميص اللي غادي تخدموا، كديروا اللون اللي بغيتو نتوما، يا اما كديروه نفسه يا اما كديروا لون مغاير.
وديما زيروا البنات هاد الرويسات باش كيجيو واقفين، باش من كيتحددوا بالحديده كيجيو كيجي الدرس واقف مزيان بهذا الشكل. ثاني ثالث تقريبا الان البنات غادي ندير لكم هاد الدرس، هاد السنينات فوق هاد الدرس، ولكن غندخل لون اخر. هاد السنينات غنديرهم بلون اخر باش تبان لكم الخدمه مزيان. غادي نبدل الخيط ونرجع لكم. انا البنات درت خيط اخر في الابره، غادي نبداو على هذا الشكل. نشوف هاد الغرزه اللي تحت، الغرزه الاولى هكذا. هانتوما البنات لاحظوا مزيان هاد اللون راه غايبان لكم حيت مغاير. هكذا هانتوما كتلويو جوج لويات كتجبدو، وديما هاد السبعان هادو خليهم هنايا باش مين كتجبدي الخيط كامل كتزيري بيه هداك الراس كيجي مزير بحال هاد الشكل. هانتوما دابا غادي نخشف هاد التقيبه اللي هنايا عندي، ها هي بحال هكا. مي كنجبد كنرجع الابره من هذا الجانب، كنجبدها هكا بحال هكذا باش الخيط كيدور من هذا الشيء بحال هكا، وكنزير. هانتوما البنات دابا غادي نخشي مباشره في الغرزه اللي مور هذيك بحال هكذا. من بعد كنجي هنا حداها كندور جوج لويات كنجبد الخيط ونزير وكنجبد هكذا وكنكمل نفس الطريقة. كنتمنى يكون واضح. ما كننقصو تغريزه البنات، كنمشيو فيهم كاملين باش ما كيجيوش الفراغات بين سنينه وسنينه، كيجي المنظر هكا احسن. هانتوما كتخشيو كدورو جوج لويات كتجبدو الخيط وكتزيرو كتخشيو هاد الدائرة. هانتوما هاد الدائرة د الخيط كتخشيو في وسط ديك الدائرة، وملي كتخشي الدائرة كترجعي لهاد الجانب هكذا هكذا وكتزيري هاديك هداك الخيط بحال هكذا. سمحوا لي البنات الا كان نعاود الهضره بزاف، ولكن الغايه ديالي انكم تفهموا. على داكشي كنعاود ونقول ونعاود.
آخر سنينة. وغندرب في الغريزة أخيرا على هذا الشكل صافي، وكنكمل الخدمة ديالي. هانتوما كي كيجي البنات راه كيجي رائع، كيجي زوين، وملي كيتحدد عاد كيجي حسن. وديما البنات ركزوا على هاد الضربات اللي كديرو في الثوب، يكونوا نفس المسافة. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وحاولوا تخدموا وتعاودوا تخدموا باش يديكم كتسرح وكتولي عندكم الضربه دراندة عاديه. نتمنى لكم التوفيق كاملين، وشكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم، وبسلام عليكم، تنتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله.